I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. سبيشال اديشن هي احنا هنقول عليها دي اتش اديشن دي اتش اديشن يعني نسخه خاصه بالحموده للسيارات هي نازله فقط على ثلاث سيارات اتعملوا عندنا في الحموده دي اتش يعني بالحموده صحيح الثلاث سيارات دول في اثنين منهم لونهم اسود واحده لونها ابيض هي اللي معانا النهارده السياره طبعا الماكينه العاديه بتاعتها 5.3 في 8 355 حصان ست سرعات اوتوماتيك بتشتغل 4 و8 سلندر يعني فيها حاجه اسمها اكتف فيول مانجمنت حسب الار بي ام بتشغل وتفتح السلندرات حسب الحاجه بس هي مرتبطه ب4 سلندر في كل مره تمام السياره اللي معانا اليوم او النهارده هي السوبر تشارج بي اتش اديشن اللون الابيض انا بتاكد ان هي دي فعلا صح تمام عليها سوبر تشارجر اسمه ويبل او البراند ويبل ويبل بالال ايوه بس هي مش بتقل أيوة هي بتزيد بالظبط هي بتزيد من الاداء على ماكينه السياره طبعا بتزيد 50% من كل الارقام الموجوده عليها الا طبعا موضوع السلندرات الثمانيه سلندر مش هيزيدوا بس بتزيد عدد الاحصنه بتزيد السعه اللتريه تبع الماكينه يعني هي 5.3 هنحط عليها 50% زياده من بسبب الويبل سوبر شارج هي يعني الويبل سوبر شارج بيزود 50% من قوه الماكينه تمام وهي بتزيد بيزود بقى يعني معلش بقى انا راجل مش مخاصي قوي بس يعني بيزود 5.3 في 8 طبعا هتزيد فوق ال 5.3 كمان 50% عشان تحسن اداء الماكينه او تغير فعليا اداء الماكينه كله كامل يعني حلو قوي طيب انا كلمنا عن السبيشالي يعني انا حاسس ان هي خصوصيه لما الواحد يمشي في الشارع ده معروف ان ده فلان الشخص الفلاني اللي هو سايقها ركنها في مكان معروف ان ده كم سياره انتجت منها هو فعليا احنا مش عاملين غير ثلاث سيارات بس والسياره البيضاء اللي معانا دي هي واحده فقط في الخليج كله واحده بس احنا بنا يعني مش هنعمل الموضوع ده كتير لان هو بياخد وقت طويل جدا تجارب كتيره جدا قطع غيار كتيره جدا وصيانه ووقته لازم نتاكد ان كله تمام وحتى بيكون معاها ضمان ودي حاجه ما كانتش المفروض تكون موجوده بس احنا عشان بالحموده ضمان للسياره معاها ضمان عشان عليها سوبر تشارجر فبيكون عليها ضمان سنتين او 60,000 كيلو ودي حاجه كويسه جدا بالنسبه للسيارات المعدله عاده ما بيكونش عليهم ضمان لو حد عمل تعديل خارج الورشه الخارجيه يعني بس ده ضمان الوكاله ودي حاجه مهمه جدا طبعا اتكلمنا عن الديزاين الخارجي انا شايف ان في خطوط زرقاء في اماكن معينه جدا مش عارف يعني دي بتدي حق للرياضيه اكتر ولا اتكلمنا عن التصميم انا شايف ان هو في خطوط وحاجات عريضه حاجات رفيعه حاجات رقيقه جدا حاجات خشنه وقويه معناه ايه يعني الحاجات دي التخطيط بيكون على جسم السيارات الرياضيه عاده بيبقى دايما بيميزها اكتر ملوش مساعده جدا في موضوع الهواء والكلام ده كله خالص طبعا هو شكل رياضي اكتر بيكون دايما السيارات الرياضيه مميزه فيه بالظبط وبيكون في زي ما انت قلت كده في لمسات في اجزاء معينه من جسم السياره بتحدد شخصيه السياره دي سياره رياضيه فعلا 100% ومش بس طبعا سيارتنا دي مش فقط شكل هي شكل واداء طيب هل الشكل الداخلي للفرش متناسق مع الابيض كمان واحد من برضه اديشن بي اتش اديشن برضه التصميم بتاعها كمان السيارات الثلاثه اللي نزلوا عندنا او اللي اتعملوا معانا الكراسي الداخليه بتاعتها كلها معموله بديزاينات من الجلد ونوعه وشكله متناسق جدا مع الوان السيارات وطبعا بيمشي مع شكلها وشخصيتها الرياضيه ممكن. احنا هنشوفه طبعا كمان شويه انا برضو شايف الصندوق برضو يعني
متغطي وكل حاجة فيه تمام ومتغلف من جوه. التغليف ده كان اسمه ايه؟ تغليف الصندوق اسمه بيد لاينر او بيد كوتينج حسب اللي هيستخدم عليها. ده بينفع في ايه يعني؟ الكوتينج بيحمي جسم السياره. لو انت يعني دي سياره بيك اب فانت المفروض تحمل فيها حاجه حديد بطاريه بالزبط. او حاجه زي كده ممكن تجرحها بالظبط عشان تحمي جسم السياره. يعني هو مهم جدا اكيد هو عملي ومهم وهو حمايه للسياره فعليا بيحمي جسم السياره. انا يعني بتكلم على اساس ان هو شكل اكتر منه عملي لكن هو واضح ان هو عملي وشكله هو شكله حلو وليه وظيفه وظيفه مهمه جدا كمان. يعني الناس في ناس كتير بتنقل حاجات تقيله ومعدن ممكن تخسر ممكن تجرح زي ما انت قلت او تخدش جسم السياره الداخلي فده بيتحط عليها طبقه من الكوتينج هنقول عليه او جار زي ما يطلق عليه هنا ده بيحمي جسم السياره للابد اصلا ما بتشالش من عليها خالص يعني. غير التقفيله اللي هي بتاعه الصندوق بيقول عليها تسكيره او اللي هو بيت كفر ده كمان عشان ما يدخلش هواء وانت ماشي على سرعات عاليه او على خط او كده ما يدخلش هواء ممكن يقلل من سرعه السياره ممكن ياثر على اداء البترول الحاجات دي كلها بالتسكيره دي فقط بتوزن السياره اكتر على الطريق بتقلل استهلاك البترول وبتحمي اي اغراض بقى انت حاططها جوه الصندوق كمان يعني وميزته ان هو بيتقلب ثلاث قطع وبتسند على الشباك الخلفي للسياره فعملي كمان تقدر تحمل من اي مكان من السياره مش لازم من ورا ولا من الجنب فقط من اي مكان بيتفتح فتحه كامله يعني. طب كان عندي سؤال في منها طب كبير ولا بس هو الكابينة الواحدة هي بس اللي معمول عليها البي اتش البي اتش اديشن السوبر تشارج على ثلاث سيارات فقط اللي اتعملوا وهم كلهم كابينة واحدة من فئة ال LT زي اللي احنا هنشوفها ونسخ تانية بتتعمل على الكابينتين بس هي دي عشان عليها سوبر تشارجر فلازم سيارة تكون نازلة وثابتة على الارض لان الاداء عالي مفيش ارتفاعات يعني الكابينتين عادة بتبقى موجودة عندنا اسمها تريل بوست دي مرفوعة فعليا 2 انش دي بقى طبعا للخط تنفع طبعا ممتازة جدا بس هي الاكثر للاستهلاك او الاستخدام في البر في الرمل We're not all elastic but maybe there's magic believe you could have it and I know of sadness the anxious and panic the infinite vastness of all that is blackness انا شايف هنا مفيش فجات ضبابيه يعني فئه ال LT ما بينزلش عليها كشافات الضبابيه غير بالطلب بس احنا طبعا ما غيرناش فيها حاجه عشان شكل البادي كيت يتناسق مع جسم السياره واللي موجود عليها ممتاز. طب كلمني على يعني مش هقول لك التكنولوجيا بتاعه السياره بس هقول لك يعني ايه المميز في السياره من جوه من الداخل بحيث ان يعني الكاميرات اللي هو الستيرينج التفاصيل الداخليه ديت اللي هي بتتم فيها ابل كار بلاي في اندرويد اوتو في تشغيل عن بعد في الحساسات الخلفيه كاميرتين خلفيتين عندك ايه كمان الواي فاي احنا قلنا بلوتوث كمان ابل كار بلاي والاندرويد اوتو كمان موجود مثبت السرعه تشغيل عن بعد كل الحاجات دي موجوده فيها الاضاءه LED كامله كل الحاجات دي موجوده فيها اصلا بدون تعديلنا خالص هي موجوده من الستاندرد شكرا مهند شكرا حبيبي اشكرك جدا وان شاء الله نتقابل في حلقات تانية مع سيارات تانية مع حاجات سبيشال اكتر احنا على طول بنعمل نسخ يعني مخصوصه نسخ خاصه جدا انا بقى جاي للنسخ دي جاي للنسخ دي نعرضها ان شاء الله اوكي شكرا يا مؤمن اشكرك جدا اي اسئله تاني لا شكرا